السلام عليكم، معكم بلال العباس، ساكن في كسبة غطا، مسقط الرأس ديالي في كسبة غطا. مرحبا بك اخي بلال. اخي بلال، عندك واحد القصة مع جلالة الملك، انك كتبتي له رسالة وعطيتها له كطالبو فيه بشي حاجة، فوقاش كتبتي هذه الرسالة وفوقاش جلالة الملك طنجة باش تعطيها لهاد الجهة؟ جا عندنا في الحي ديالنا في 2018 في رمضان، دش انا زيارة رسمية وقدمت له واحد البرا، وكان انا كنت انا بحسن الحظ ديالي كنت عيني نلمس له اليد ديالو، وكان كان خصني نبوس له يده وما ساعدنيش الحظ، ولكن في واحد الدحاس ديال الحشد الكبير ديال الناس. شكون خدام منك البرا ديك الساعه؟ واحد غارد غور. هذا هو وشفته عمله في الجيم، وفواحد اللحظه كنت انا فرحت بزاف، ونفس الوقت ما عرفتش راسي شنو وقع لي، ودهشت ومشيت في حالي، وكان شيرون واحد النقطه للامن، كان خدام بواحد الطريقه واعره بزاف وحرفيه وجميله للغايه، فهمتي؟ الامن، هذه كلمه موجهه للامن، وشكرا، وكانوا خدامين بواحد الطريقه رائعه كاينه احترافيه، وانا لحسن الحظ ديالي كان عندي هذه النقطه وقدمت الرساله ديالي لصاحب الجلاله، وملي قدمت ديك الرساله مشيت في حالي، رجعت في حالي للدار فرحان بزاف. كان ايام الله رمضان، فرقت الصيام ديالي الله يقبل ويقبل جميع المسلمين. كانت فجأة بالتليفون ديالي كيصوني، عيط عليا مقدم، قال لي كانت 11 ديال الليل، نفس النهار ونفس الليله. شنو الساعه كان كاين في كسبره؟ ديك الساعه كانت تقريبا 5:30 6 الا ربع، يعني ما تعطلوش عليا. وقع واحد كلمه بيناتنا، قال لي انتينا بلال العباس؟ قلت له نعم. تأكد مني، وقال لي ساكن مطاع الفلاني بالضبط. اييه، قال لي وجد لي فوتوكوبي ديال لاكارت وجد تصاور، وانا ماجي عندك. وجد فوتوكوبي ديالي وجد ديال التصاور، وهزني بالطوموبيله ديالو وداني للولايه، وطلعنا الطبقه الثالثه، وقدمني من السلطات المعنيه، وزعما كنعطيهم واحد التحيه خالصه من السلطات المعنيه اللي في الولايه. قدموني ورحبوا بيا، وقالوا لي مرحبا بك، ما تخافش. هذه قلت له زعما، قال لي انتي تلاقيتي الملك؟ سعد ايام مرحبا. ساعتك دار بيناتنا واحد الحوار، قالوا لي زعما شنو خصك، شنو كطلب؟ قلت له انا كنطلب لغريمه اجره صغيره ديال طنجه. قالوا لي تفضل، عطاوني كرسي جلست، عطاوني قرعه ديال الماء شرات، قال لي برد، ما هادشي هذا عادي. قلت له انا هادشي هذا عمري وصلت لي له، عمري ما وصلت لشي اداره ولا هادي. ورحبوا بيا، وقال لي هادشي عادي، حنايا هذا هو الدومين ديالنا، هذا هادشي عادي. قلت له الله يرحم والديك. فاش سقساوك ديك الساعه؟ سقساوني، قالوا لي شنو كطلبوا؟ قلت له كنطلب الكريمه. عطاوني واحد الورقه بحال واحد التوصيل. قالوا لي هنايا تكتب الاسم ديالك، الاصل ديالك، النمره ديال التليفون ديالك، النمره ديال لاكارت ديالك، هنايا تسني. تبعت التعليمات ديالهم. ايوا، وقالوا لي كان تقريبا 12 الا ربع، 12 ديال الليل، 11:30 هكذا. المهم انا لبيت الطلب ديالهم، عمرت ديك الرابور، عملت داك الرابور، وقالوا لي اعطيني هذيك فوتوكوبي ديال لاكارت جو ديال التصاور. عطيتها لهم، وديك الرابور اللي عمرته بغيت نصوره، قال لي لا ما تصوروش. قلت له مرحبا، ماشي مشكل. عطيته لهم، ما خلونيش نصوره. وقال لي زعما قال لي دابا مشي في حالك. قلت له قبل ما يقول لي مشي في حالك، قلت له زعما شنو دابا شنو كاين؟ قال لي دابا مشي في حالك وارتاح، ارتاح مع راسك حتى نتصلوا بك، فهمتني؟ وانا مشيت واحد الحاله هستيريه،
في هستيريا ما عرفتي فرحان بزاف وزعما شفت واحد الحلم واحد زعما باش تلقى جلالة الملك محمد السادس راه واستجبوا الدعوه ديالي وكبروا بيا وتعاملوا معايا زعما الله يعطيهم الصحه. ولكن واحد الحاجه انا كنتناها اللقريمه اللقريمه انا ملي طلبت اللقريمه لحد الان دابا انا في 2018 في رمضان اللي تلقيت خمسة شهر في رمضان المهم دابا انا كنتسائل على اللقريمه فين وصلت رجعت سولت انا في ديك ايام 2018 رجعت سولت في الولايه كنطلع نهبط طلع ونهبط كيقول لي ما كاينه والو مشي ورجع مشيت في حالي كنطبق الخدمه باش نخدم على وليداتي كاري فهمتي نفس الوقت كنتسنى انا الكريمات تجي فهمتي. وديك اول حاجه مرت ديك طلع الهبوط طلع هبوط وما كاينش شي واحد يفتح لك الصدر ديالك باش تتكلم معاه باش يعطيك الوقت ديالك فهمتي. ولي هذا عاوتاني دازت في 2018 هادشي هذا دخلت 2019 قبل ما توصل 2019 فاش كنتي كترجع عندهم شنو كانوا كيقولوا لك؟ كيقولوا لي ما كاينه حتى شي حاجه سير تنعيطوا لك. طلعت 2018 طلعت عند القايد طلعت عنده الطبقه الثالثه لواحد مسؤول فهمتي نفس البلاصه في واحد بيرو الطبقه الثالثه دخلت لعندو هضرت معاه قال لي شوف اوليدي قال لي ما كاينه حتى شي حاجه في هذه اللحظه هذه اذا كاينه شي حاجه نعيطوا عليك. قلت له السلام عليكم مشيت في حالي تقاد هذاك 2018 دخل 2019 كتبت رساله لسيد الوالي قدمت له رساله حتى هي لا يجيب عيط طلع عود فهمتي كان الرساله اللي كتبتي للوالد شكون توصل بها واحد موظف عادي وقال لي مرحبا وفتح لي الباب ديالو قال لي جلس ما عرفتي واش عطاوها له ولا لا ولكن انا عندي واحد النسخه راه طبعوا لي في ديك النسخه وباقا عندي ديك النسخه فهمتي ولا تليفونيارين ولا مجيب ولا حتى شي حاجه فهمتي. دابا انا كنتسائل انا هادشي هذا التنين وصال فين مشى فين جا اكثر واكثر 2018 2019 2020 حنا 2021 فهمتي. في هذه 2019 كنت فعلا داك هاد رساله سيد الوالي ما كاينش جواب. دخلت 2021 دخلت 2020 2019 سالات ما كاينه حتى شي حاجه. دخلت 2020 دخلت جائحه كورونا زعما لا اله الا الله دخلت جائحه كورونا كلشي طاح كلشي طرق الابواب فهمتي. كنت سائل في البيت ديالي شنو نعمل تراجعت ما كاينه حتى شي حاجه تراجعت نشوف شنو واقع. ايوا كان دازت 2020 بصمت ودازت عليا بصمت ودوزناها. وملي دخلت 2021 عاوتاني دخلت عند واحد مسؤول في الولايه دخلت لعندو ولكن لا يجيب احدا. انت دعيت له النهار الاول واش ما تواصلتيش معاه؟ تواصلت معاه. شنو قال؟ قال لي ما كاينه حتى شي حاجه وليدي اللي عطى الله وهذا. قال لي اصلا ديك الخدمه انا خرجت من يدي انا اللي كان عليا ديتك الولايه وداك الشيء بيناتهم في الولايه صافي. هذه هي كلمه. واش انت كتشك ان اللاكريما خرجت ودا شي واحد ولا انا عندي احساس وتيق جلاله الملك انه اذا وصلت له رساله ما يبخلش عليا باليد ديالو المساعده وما يبخلش عليا يعطيني لاكريمه فهمتيني. ولهذا دابا انا كنتسائل مع مسؤولين مع السلطات المعنيه ان تشوف الملف ديالي فين وصل. وانا دابا كنتلامس هاد الكلمات ديالي السلطات المعنيه الدور بالخدمه ديالها في الملف ديالي. وكنتمنى يكون شي مسؤول يعيط عليا يتحاور معايا بعدا غير يطمني بعدا غير يجاوبني. خير
اليوم انت لما كتوجه الرساله ديالك وشنو كتقول في هذا الفيديو؟ كان وجه رساله ديالي لصاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره الله يطول له في العمر الله يحفظه لنا الله يخليه لنا انه هو يشوف هذا الملف ديالي ويشوف فين وصلت لي حيت انا متايق جلاله الملك ما يبخلش عليا ولو اي حاجه ان كانت. انا كنطلب جلاله الملك محمد السادس الله ينصره الله يطول له في العمر يشوف هذا الملف ديالي ان شاء الله باذن الله. الرساله الاخرى اللي تقدر توجه لهاد الناس اذا كان اللي توصلوا بهذه القضيه وما جاوبوش ما داوهاش فيها وربما حداها شنو تقدر تقول؟ كنتمنى انه بعد كاينه بعض اللوبيين الله يهديهم يألمهم الضمير ديالهم ويتراجعوا بعض الحاجات كيعملوها غير الشرعيه اخلاقيا و معنويا وكنتمنى ان بعض اشخاص يألموا الضمير ديالهم في هاد القضيه هادي ويألموا الضمير ديالهم بزاف ديال الحاجات في الوطن ديالنا حيت الوطن ديالنا جميل بزاف وكتجينا فرصه نهاجروا وما كنبغيوش نهاجروا وحنايا كنشوفوا البلاد ديالنا كتزيد الامام وحنايا مع جلاله الملك وحنايا في ظهر جلاله الملك واي حاجه اي حاجه ان شاء الله باذن الله حنايا وراء جلاله الملك في اي حاجه وحنايا وليدات مراد هو. خايبين واش عندك امل انه الا كلمه تقدر توصل بها ان شاء الله شي نهار؟ عندي امل ان شاء الله، عندي الامل في سيدي ربي وعندي الامل في جلاله الملك يشوف لي الملف ديالي وعندي امل بزاف 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 جلاله الملك محمد السادس انه هو يشوف الملف ديالي. وهادشي هذا وقع في 2018 في رمضان والساعه بالضبط 5:30 حتى الغرب في الحي ديالي في كاسابارطا. شكرا جزيلا بزاف. ان شاء الله يكون الخير باذن الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.